أما في السوق الكويتي فقد أغلق مؤشر السوق الأول لبورصة الكويت منخفضا بنسبة بلغت 0.15% عند مستوى 7686 نقطة. تداولات بلغت قيمتها الإجمالية 38 مليون دينار. جاء سهم شركة أولاد علي الغانم للسيارات في صدارة الأسهم الأكثر ارتفاعا بنسبة 3% ليغلق عند دينار فاصل 16. تلا سهم الاستثمارات الوطنية بنسبة 2% فاصل 22 ليغلق عند 0.23 دينار. أيضا تلا سهم شركة مشاريع الكويت بنسبة 1% فاصل 64 ليغلق عند 0.12 دينار. بينما تصدر سهم شركة الكويتية للاستثمار قائمة الأسهم الأكثر انخفاضا بنسبة 1% فاصل 50 ليغلق عند 0.13 دينار.